إذا أحد الأشياء اللي ممكن نعملها تذكروا إنه إيه فيها الايجن فاليوز والايجن فيها الكاركترستكس تبعت السيستم فيها ستابيليتي لكن بي وسي أنا بإمكاني أغير بي وسي بحيث نعمل سيستم فولي كنترولبل أو فولي أوبزرفبل الحالة خاصة من الحالات هاي إذا أنا اخترت بي تساوي الايدنتيتي ماتريكس إذا اخترنا بي الايدنتيتي ماتريكس معناها كأني إيش عمالي بقول كأني عمالي بقول هون إنه هاي إذا بي هون هي الايدنتيتي ماتريكس هاي بي وعماله كان يدخل عندي هون يو مظبوط عمالي بدخل كأني من هون من بي كل واحد من بي عمالي بقدر اتحكم فيه بستيت الايدنتيتي ماتريكس اذا كانت هاي واحد تكون من هون واحد هذول كلهم زيرو لازم السيستم يصير ايش اذا حطيت بي ايدنتيتي ماتريكس لازم السيستم يصير فول ستيت كنترولبل شوف ليش ايش كانت الكنترولبيليتي ماتريكس بتساوي ام كيف كنا نشكل كنترولبيليتي ماتريكس بي وبعدين كنا نعمل A B مش هيك A سكوير B لحد A N ماينس 1 B مظبوط وشو كنا نقول الشرط للفول ستيت كنترولابيليتي الرانك يكون يساوي إيش بتذكر إنه هذا N وهذا N R فقلنا هون لازم يكون حتى يكون السيستم فول ستيت كنترولابل إنه يكون الرانك تبع هذه N مظبوط لكن إذا B كانت أصلا هي ايدنتيتي ماتريكس إذن قديش الرانك تبعتها؟ الايدنتيتي ماتريكس سكوير ماتريكس مظبوط؟ ايش بده يكون؟ N لأنه لو عندي B تساوي ايدنتيتي ماتريكس واحد 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 هون وزيرو هون وزيرو هون معناها لازم هاي الديتيرمنت تبعها يكون مظبوط؟ واضح فاهمين ولا مش فاهمين؟ ليش الديتيرمنت تبع هاي واحد مش هيك ونفس الاشي لو جيت اخذت الديتير واحد 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 زيرو 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 من هون الايدنتيتي ماتريكس ايش الديتيرمنت تبعها هون واحد في واحد مش هيك ولو ضليت اكمل قديش رح يطلع معي اذا معناها اذا هاي الماتريكس بي دائما هي ايدنتيتي اذا لما تكون ايدنتيتي ماتريكس دائما الرانك تبع رح تكون نون سنجلر واذا هي نون سنجلر معناها الرانك تبعها ايش لازم يكون ايش لازم يكون الرانك تبعها هي n by n n واذا كان الرانك تبعها n اذا ما في حاجه افحص الباقيه هذول من هون مباشره بس انا حطيت b identity matrix اذا قديش صارت الرانك تبعت m اللي هي controllability matrix n اذا السيستم لازم يكون full state control اوكي هاي احد الطرق انا ما بقول انه دائما بقدر اعمل هيك بس اذا قدرت اني اعمل b تكون هي identity matrix معناها خليت السيستم full state control اذا b بتساوي i السيستم fully state controller اوكي هاي اول شيء هلا نفس الشيء نيجي على سي والobservability عمليا انا صرت اتحكم بكل ستيتس صار عندي عدد من الديجريز اوف فريدم كانه اذا بدك تفكر فيها بهذا الشكل عدد الانبوتس صار عندي عدد الانبوتس قديش صار واضح انه من هون قديش عدد الانبوت هذا عدد ستيتس مظبوط وهذا عدد قديش صار عدد الستيتس عدد الانبوتس مساوي لعدد الستيتس فقديش عندي ستيتس في عندي انبوتس فصرت انا فعليا بقدر اتحكم بكل ستيت عن طريق انبوت كل انبوت في له ستيت او كل ستيت في لها انبوت اقدر اتحكم فيها فكاني اكيد 100% لازم السيستم يصير بغض النظر عن قيمه ايه السيستم فول ستيت كنترولبل طيب لو جينا الان حطينا سي بتساوي اي ايش الرانك تبعت الايدنتيتي ماتريكس لازم يكون لما تكون اي طبعا شو صارت اكيد سكوير ماتريكس مش هيك والديتيرمنت تبعها لازم يكون نون زيرو وال 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 والobservability matrix شو كانت C A سكوير مظبوط C A to the n minus 1 وهذه لازم الرانك تبعتها تكون n لاني حطيت فيها C بغض النظر عن قيمة A اذا C بتساوي I اذا السيستم fully state observe. اوكي ماشي هذه طريقه سهله وسريعه انا ما بقول انه ما بقدر نغيرهم بس اذا غيرتهم راح يصير السيستم